وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من المنامة الكاتب السعودي عبد الله العلمي. سيد العلمي، ما هي قراءتك للقرارات وأيضا التوصيات التي تم الخروج بها من قمة الرياض هذا اليوم؟ نعم، مساء الخير. طبعا كان آخر موضوع بحثته الآن هو الموضوع القطري. طبعا هذا يذكرنا بأبرز المطالب قطر، ويعني اتذكر كلمة معالي وزير الخارجية الشيخ خالد الخليفة عندما قال الخلاف مع قطر لن يحل بحب الخشوم، وهذه يعني جملة مبتدأ وخبر لعلهم يفطرون. دعوة قطر لحضور القمة هو طبعا من بطولتهم، ولكن لا تعني مطلقا التنازل عن المطالب. نطالب قطر بطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، ما زال نطالب قطر بإغلاق. نعم، إذا كنت معنا من المنامة الكاتب السعودي عبد الله العلمي، شكرا جزيلا لك.